حسام، في ايه؟ خضتني. ازيك يا سلوى؟ عامله ايه؟ انا اسف ان انا نزلتك من بيتك بالطريقه دي، بس انا كنت محتاج لك قوي، محتاج اتكلم معاكي، وطبعا مش عارف اتكلم معاكي فوق في البيت. ليه يا حسام؟ احنا بنتكلم في البيت عادي. لا بس مواضيع الخصوصيه دي ما تنفعش. طبعا انا عارف انك انت مش هترضي انك تيجي معايا اي مكان هادي علشان نقعد نتكلم فيه، عشان كده جيت لك تحت البيت واتصلت بيك. طب بس فهمني في ايه؟ لحسن انا فعلا مخضوضه من المكالمه دي. طيب تعالي اقعدي طيب وهنتكلم. حسام انا مش هقدر اتاخر، بابا وماما في المدرسه وزمانهم جايين، ولازم يجوا اكون انا مخلصه كل حاجه. ما تخافيش، احنا هنقعد حبه صغيره. حاضر يا سيدي. ايه بقى الموضوع ده؟ سلوى، انا محطوط في موقف وحش قوي، مش عارف اتصرف فيه ازاي. موقف ايه؟ حسام اتكلم ارجوك. ايه انا بقى؟ اصل انا حكيت لبابا وقلت له ما يحكيلكيش عشان انا اللي احكي لك، عشان اعرف رايك. رايي في ايه؟ سلوى، انا في ورطه كبيره قوي حطتني فيها امي، وقدامي اختيار صعب. الله، هو لحق يقول لك؟ امال يعني هيقول لي مين؟ ايوه، عايز اجوز حسام لنبيل. الكلام ده لما يكون ابوه مش موجود يا سرية، انما انا موجود ومش هسمح لك تتحكمي فيه ولا في حياته زي ما انت عايزه. انا عشان مصلحه العيال، ولا يرضيك واحد غريب يجي رب ولاد رياض؟ لما نبيله تنوي تتجوز ساعتها يبقى في كلام تاني، هيبقى من حقك تاخد انت الولاد عشان تربيهم. ما هي لازم تتجوز، هي هتفضل قاعده كده من غير جواز؟ شوف اقول لها ايه، تقول لي ايه. يا سرية، يا سرية، حسام في مرحله دراسه، اكيد اللي انت عايزاه يعمله ده هيأثر على مستقبله. مستقبله؟ مستقبله هي فلوس يا حبيبي. مفيش فايده، هتفضلي فاهمه ان فلوسك هي كل حاجه. لا بقى، تكمل تعليمه اهم من فلوسك. يا سلام، وهو لما يكمل تعليمه هيعرف يفتح بيت ولا هيعيش العيشه اللي انا معيشها له؟ حسام مش عايز فلوسك وعايز يكمل تعليمه، وانا مش هسمح لك تضيع مستقبله زي ما عملت في رياض قبل كده. انت سامعه؟ يعني انت بتفكر تختار بين الوضعين اللي عرضتهم عليك؟ انا مش عاوز الا مستقبلي، بس المصيبه بقى انها حطاه في كفه قدام جوازي من نبيله. انا مش فاهمه احنا في انهي زمن بالظبط؟ ازاي ده يحصل في نفس الزمن اللي الناس بقت تتجوز فيه بالانترنت، ومامتك لسه بتقول لابنها يا تتجوز ارمله اخوك اللي اكبر منك، يا حرمك من تعليمك ومن حقوقك الماديه ومن كل حاجه؟ بصراحه انا مش قادره استوعب. امال انا اعمل ايه؟ تقول لا، ولا بحلو صوتك. انت من حقك عليها انها تصرف على تعليمك، دي مش منحه، خاصة يعني انها انسانة مقتدرة ومش محتاجة لمساعدتك في حاجة. يا سلوى، يا سلوى، انت ما تعرفيش امي. امي عنيدة لأقصى درجة، وعمرها ما هيجي في دماغها الاعتبارات اللي انت بتتكلمي عليها دي. يعني ايه؟ انت بتفكر توافق على طلبها؟ مش عارف، مش عارف حتى افكر. حاسس ان عقلي اتشل، ما بقتش قادر اخد قرار. أنا مش قادرة أصدق ولا أستوعب إنك حاطط نفسك في الوضع السخيف ده. طب إيه البديل يا سلوى؟ إيه البديل؟ البديل زي ما قلت لك، ترفض، ترفض بالكلام وبالفعل. بالكلام وبالفعل إيه؟ بس مش عايزين كلام شعارات بقى. يعني ترفض بوضوح اللي مامتك طلبته، وتحاول تعمل حاجة عشان تحل بيها مشكلة تعليمك. خلاص دي هانت، ده أنت ما فاضلكش غير سنة. مش فاهم، مش فاهم تقصد إيه؟ اشتغل، اصرف على تعليمك. ما فيهاش حاجة لما تتنازل عن العربية والموبايل والمصاريف الجامدة دي. عيش حياة المكافحين سنة واحدة من حياتك، غيرك بيقعدوا طول حياتهم يكافحوا بس في الآخر بيبنوا لنفسهم مستقبل من جهدهم وتعبهم. أيوة بس أنا مصاريف كليتي مكلفة جدا يا سلوى. معلش، بس مامتك لما تلاقيك وقفت على رجلك وبتحاول تحقق أهدافك أكيد هتيأس من طلبها ده، ويمكن أوي تحاول تساعدك. أمي لا يمكن هتتراجع عن كلمة قالتها، وبعدين أنا كمان ما أقدرش أنزل بمستوايا مرة واحدة كده. يا سلوى، أمي نجحت إنها تحاصرني وتكتفني. أنت حر بقى، بس قبل ما أمشي عايزة أقول لك رأيي فيك. أنت إنسان نافع ومادي، وأنا اتصدمت فيك.
خير يا حسام. مساء النور يا امي، اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ فاطمه قالت لي انك عاوزني ومستنيني. ايوه فعلا، انا كنت عاوز اتكلم مع حضرتك كده، بس يا ريت بهدوء ومن غير نرفزه ولا عصبيه. حاضر يا سيدي، اديني هقعد اسمعك من غير نرفزه ومن غير عصبيه اهو. ها، مش انت يا امي تحبي ابنك دايما يبقى مبسوط كده ومستريح؟ خش في الموضوع من غير لف ولا دوران يا حسام. يا امي انت عارفه سعادتي في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. ما تكمل زي ما انت عاوز وابني براحتك يا سيدي. يا امي ما هو اللي انت بتطلبيه مني ده مستحيل. انت كده بتحطيني في خانه اليك. يعني يا اما اعمل المستحيل اللي انت عايزاه، يا اما اضحي باملي في الحياه في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. اللي هيخليك تكمل تعليمك فلوسي، اللي هيبني لك مستقبلك فلوسي، اللي هيسافرك بره عشان تاخد الشهاده الكبيره العاليه فلوسي، واللي هيخليك تتجوز وتفتح بيت برضه فلوسي. يعني مش هتتعب في اي حاجه، جاي لك كل ده على طبق من ذهب. وكمان بتتامر، انت لازم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر على النعمه اللي بقيت فيها. نعمه؟ نعمه ايه؟ نعمه ان انا ابقى مجرد قطعه شطرنج بتحركيها في المكان اللي انت عاوزاه؟ نعمه ان انا ابقى مجرد ريشه بتنفخيها وتطيريها في المكان اللي انت عايزاه؟ نعمه ان انا لا ليا لا حول ولا قوه ولا اراده ولا اختيار في اي حاجه في حياتي؟ ليه؟ انت اللي بترسمي وانت اللي بتخططي وانت برضه اللي بتنفذي، وانا ايه؟ انا ماليش اي لازمه؟ ماليش اي اختيار؟ ماليش اي وجود في الحياه؟ ليه؟ ليه؟ ليه يا امي؟ خلصت كلامك؟ انا ما عنديش وقت للكلام ده. اذا كنت فكرت في اللي انا قلت لك عليه قول لي فكرت في ايه. ما فكرتش ما توجعش دماغي. انا غير اللي في دماغي مش هنفذ، وانت عارف كده كويس. يعني خلص وقسط. انت ليه بتعملي معايا كده؟ ليه بتحطميني وبتضيقي الدنيا في عينيا؟ ليه بتقسي عليا؟ ده انا ابنك. بس 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 ما تكبرهاش قوي كده. انا مش شايفه ان نبيله يعني وحشه قوي للدرجات دي. يا ستي نبيله جزمتها فوق دماغي، لكن انا ما انفعلهاش ولا هي تنفعلي. ليه يا فالح؟ ليه؟ لمليون سبب. اولا لفرق السن، ثانيا لفرق التعليم، ثالثا وده الاهم ان انا مش قادر اشوفها غير انها مرات اخويا الله يرحمه. زي متصوره ان انا ممكن احل محله؟ ازاي متخيله ان انا ممكن يجي لي قلب اعاشر مرات اخويا كزوجه ليا؟ ويا ريتها مراته بس. دي حب عمره، حب عمره اللي ياما حلم سنين انه يملكه، ولما امتلكه ما لحقش يا حبيبي يتهنى بيه. الورث في اي حاجه الا ممتلكات القلب. وفيها ايه؟ طول عمر الفلاحين والصعايدة عايشين على كده. أنا مش فلاح ولا صعيدي، أنا راجل متعلم تعليم أجنبي. مالهم الصعايدة ومالهم الفلاحين؟ ما احنا منهم. هو أنت نزلت من بطني تتكلم إنجليزي؟ يا ستي الصعايدة والفلاحين دول أجدع ناس وعلى راسي من فوق، لكن أنا بني آدم متفتح، ليا طموحات مالهاش حدود. بصي، إذا كان على أولاد رياض في عينيا الاتنين، بس من غير جواز ولا عقود عشان خاطري. أعتبر الموضوع منتهي. يعني أنت؟ يعني رفضت طلبي؟ مالكش حاجة عندي. مفاتيح العربية والموبايل تحطهم على ترابيزة السفرة بره، وتروح تسحب أوراقك كلها من الجامعة. فاهم؟